باش نوضع ندخل قشرة بان العدوان هضر معه ان شاء الله ربي يهديه. يرتكز على اشتراكات رايت القدير بوزي موضوعنا العمل ايه راح نركض. بس حكيت بابك مسكين يخدم وحده اليوم للصناديق صندوق تأمين وصندوق المعاشر رايت القدير مساء الغد مساء تصبح بخير يا وليدي. صح قلت روحي للشام عندي ساعة ما كليتش. ايه هذا فرماج بنين راح نحبه حتى من الفرماج يحبني حبوا بعضنا. والله غير شي حير وين كنت ليلة مولاتي في هذا الليل. هو لازم نعرف وين كانت تعك بيها على نادية. عمر عمر نوض عمر نوض عندي هضرة معاك. بسم الله الرحمن الرحيم واش كاين وصل نسحقك عندي هضره معاك. علاش هكذا ديري لي نعيمه علاه واش كاين عندي هضره معاك. روحي يا لاله هاني نسمع. جايين الخطابة لبنتك. خطابه مع صباح ليله؟ لا ماشي صباح بعدها يستناو في الهضره الا كان يقدروا يجوا السمانه الجايه ولا لا. لا شكون هادوما؟ دار احمد. احمد شكون احمد؟ ولد السي الحسين. سي الحسين اسمعي اولا ما كاش سي الحسين ها لكن سمعي انا بنتي نملحها ننشرها وما يديهاش داك المصفار. واش دينا الهضره هذه وش بيك الطفله رايحه بيت عمر. قولي لي الصح نعيمه واش فيه واش فيه مليح باش تحبوني ايه تحبوا انت ما دخلك انا ما دخلني هما حابين بعضهم. شوفي انا اللي قلت كلمتي ها غير داك المصفار اللي ما تديش اخرج عليا منها اخرج يعني بقى خليني نكمل القاضي. لا اله الا الله محمد رسول الله. اه هيا منك بالصح عمر يهديك ربي هو راه قاصدها قاصد الخير وداخل من الباب ماشي من الطاقه. عمر واش بك عمر هبلت اني نهضر معاك علا راك مصمتني هكذا هضر معايا. عمر ما تصمتنيش نوض. عمر والو والله ربي يهديك. Thank you.
دون لا كلاس بابا. اليوم نوري لولادك انا واش معناتها الصياده. كيما وريت للمره اللي فاتت. علاش ما قالوا لك ولا؟ قالوا لي الحمامه رايحه للشرق وهو يصيد في الغرب. نعم. ما تبي نعرف انا الحمامه هذا كيفاش كان يطيح. كتر خير وليدي سبع ديالي. وليدك؟ سبع ديالك؟ ايه. مالا سبع ديالك؟ اليوم يجيب لك الخبر. ان شاء الله نشوفوا. هاي. شباب ان شاء الله اليوم. احمد. وي. موزي طاور. اي طلامار. سير فيريفيتها. سير بيها. هاي صح. بحال هاي. وين نروحوا اليوم؟ انا قلت راح من جهه الجبل. دائما الجبل هذا. زيد طلعني. لا لا شوف. تعرف نديرو؟ على حساب سميشه هذه. وسخانة اللي حتخرج انا نقول لها واش قايا تشوف لهم ويحبطوا يشربوا في الواد وتجينا صياده سهله. واش قلت؟ دير لي خاطري بابا روحوا الشريعه خلاص مليحه. خلاص روحوا للشريعه. يا ولدي تروحوا للشريعه تروحوا للواد الحصول روحوا قبل ما تطيح عليكم الظلمه. صح صح. سيدي ملان وجد الدرسه. وجدي الدرسه وما تخافيش وجدي بزاف الدرسه كاع. هاي ربي معاكم. هاي. بالك وعلى رواحتكم. الله و سلامة. الدرسة الدرسة بنتي سامية. ما ليش سيدي. في رأيك نتعشاو اليوم؟ حسب الشوفة يا لالا. نروح نوجدو شوية فريت وشوية شلاضة على الأقل نضمنو عشانا. هاي الهدرة مالا نقول لك. هاي هاي جوزي جوزي. تعيشي سامية الخبز تاع البارح جاي هبل. قولي لي كيفاش درتيه؟ شتي ساهل وما فيه والو يطيب بالخف. زوج كيسان حليب دافي زيدي لهم زوج مغارف تاع خميره تاع بولونجي ومن بعد مغرف تاع سكر مغرف كبيره ونص مغرف تاع الملح زوج مغارف زيت تخلطيهم مليح حتى تقتلي هذاك البيض تخلطيه مليح ومن بعد زيدي له ربع كيسان تاع الفارينه نفس الكاس اللي كيلتي به الحليب تزيدي له الفارين. أيه. بعد كي تخلطيه يجي جاري كيما شتي البغله كيفاش دايريه هكذا كيجي جاري. تحطيه في البلاطو تحطيه في البلاطو ديالك. صباح الخير عليك يما. تقول صباح الخير عليكم مانيش وحدي. قهوه سي نادر.
كون نوض شويه بكري، كون حكت على باباك وخوك راحوا يصيدوا وتروح معاهم لخرا. الله مليح عادي. الله الصباح بكري يا استاذ الصباح باش نطلع للشريعه في الثلج مع البرد ونجري امور الزواش والحيوانات ونتيري عليهم صبابا. لا لا بتسهر خير صبح راقد. ربي خلق الحيوان في الغابة وانا راح نجري موراه نقتلو باش ناكلو. اخي يا تفلسف تفلسف عليا. اما انا روحك فعل خدامين موحدهم. هادشي راحوا خلاو الخدامين وراحوا يجروا يلعبوا بالثلج كي الدر. خلاوك انت الراجل تبين حنه يديك. وهي كيكو في رزقي. كيفاه؟ واش قلت؟ والو والو. طايا القهوة يو. أنا عامل. نوض حتى تغسل روح. أخي حالة يا أخي. لا ماشي نهار صيادة سبحان الله. وقيل حسوا بك هربوا. حسوا بيا هربوا. خلينا بتمسخير يرحم بابك. هيا هيا غير لنا اللي على بالي ونصيبهم. هيا طلعوا من هيا. هيا استغفر احمد. جاب لي ربي عندك بزاف وانت حاب تقول لي حاجه ولا راني غلط؟ صح ها ياتر. انا واحد لا في الغابه راني نسمع فيك. سمعت له بابا وي انت جاب لي ربي ما راكش حاب تهضر. هيا مالا خلينا تمسخير غنشوفو ربي بالك ما ينوب علينا بقنينة ولا زوجي. راني حاب نتزوج. هادي حاجة تفرح.
بس ما قلتلكش بنت من وش هي من بنت شكون ليسونسيال تعجبتك مملوك ان كانت بنت عمر بنت سي عمر انا طفله ما عندي ما نقول فيها شابه وما يخصها والو انا وسي عمر حكايه قديمه بيناتنا مشكل قديم وبالك با شكون يعرف مناسبة زواجكم هذا بالك كل شيء تصلح بابا انا وش يهمني هو انك انت ترضى انا نرضى كي تفرح انت بس مالك قابل أنا قابل هاي ليك فوق في السماء هاي ما سيبوا لينا ولا زوجة نشبه مدالي عادي لازم نخملها تخملها وعليه مشينا عندي بروجي جيك خطاب كذا سمع انت نجي معاك هاد سي عمر ولا ما نديش الكنيس ما شونطاج هذا انا نقصر بابا خلاص سي بون ما نديش ما تزعفش انا نقصر شو بيك قصر ما ما نخلو من بعد نشوف ولا غادي نقصر هاك هاك شاد سلامتكم واش عجبتك وحده برك الله غالب ها مكتوب ربي وزيد دبارت وليدك هاي نروحوا للجبل كي قتلونا حطوا له الواد قال لي لا لا هاني درت له بخاطره الله يبارك شوف فايدة كما رجعتوش بديكم فارغين برك هاي أنا اللي صيدتها على كل حالة شي هو يا ربي استر يا ربي يا ربي سمعنا الخير يا ربي هلا طولوها كده عليه يا ربي بنتي غير الخريمة واش بيك بابك ما باش حتى لدرك نعيط له في التليفون ما يجاوبش وما قالكش وين رايح شفته صباح خرج من جهه الجنان من تما ما بان عليه حتى خبر اواه بابا ماشي مداري يطول كيما هكا نوضي نوضي نحوسوا عليه نوضي نخرجوا مع بعضنا بالعقل اربعه هدني روحك بشوي فهمتي مريم من بعد
كيش تملي كنا نديرو الحس بزاف انا وياه في الثلج واش قلنا قلتلو انت روح من جهه وانا من جهه انا غير طلعت دخلت مور السجعه تخبيت موراها وسمعتك تخرخيش عرفت انا تخبيت مي با اين من دوك ونعطيها هاي لك رابطه الله يبارك. وهاد القنينه كانت فوق شجره. وانا القنينه يطير ولا كيفاش؟ احمد قول لي ما عندوش شهاد كذاب. ايه صح صح هشام. ها الله. حتى ولدي التليفون حتى كل بيها في الصباح في الليل في. سميه انا عم سيدي ارحم والديك شوفي شكون في الباب بعدك سي با ماما على هاد الوقت يجيو لهنا اصلا ما تكونش عارض واحد من صحابك ما قلتلناش ثاني شاكي حبيبه لاباس هكي مليحه رب الحمد لله قلبك مليح يسنى فيك واحد العشاء هايل ايه عايشك حنونه تعيشي حمده وهنا ايه هنا عيطي له تعيشي سميه يلا حجوزي لا لا تعيشي راني مزروبه سرايك غير الخير اختي غير الخير عيطي له تعيشي سميه يا صحه ما تقلقيش ما تقعديش هنايا دخلي لداخل معليش تعيشي صح اختي صح انا جاي دقيقه صح ان شاء الله سيدي شكون ساره نعم هي تبان مقلقه بزاف ما حبتش حتى تدخل وين راهي هاي لتحت سيدي بنتي سارة اختي ان شاء الله واش جابك فين السجن بنتي كل خير اسمحوا لي جيتكم الوقت هذا معليش مرحبا بك واش كيعيشك بابا ما على باليش وين خرج مازال ما جاش حتى لدرك من مور الظهر ما بانش شوفي ما تقلقيش يا بنتي شوفي ندخل للبسفيستا ونجيب لا لا بابا ريح انا نجيب انا راح معاها روح احمد معاها وتهلا بنتي ما تخميش ما يكون غير خير ان شاء الله خاطي ما تقلقيش ما يكون غير خير مخلوقه هذه في نص الليل واش حبات خير ان شاء الله بابا مسكين ملي خرج الصباح ما ولاش هي مهوله عليه سي نورمال هو حنا علاه حنا واش دخلنا حنا عيط الجدارميه عيط لابوليس حنا جيران سي نورمال تقصدنا وانا ما ترش حد وليد عمها وليد عمها خلاو الشروعات ندير نلزم حدودك ها انا حدودي نعرفه مليح بصح يا ريت باباها يعرف حدود تاع ارضو وين جايين حسين على البليس صح كاين مشكل بينك وبين عمر على جال الارض بصح الطفله قصدتنا في نص الليل راهي جارتنا عيب ردوها او ساميه نعم لالا ارواحي بنتي تعيش نعم لالا
علاش تعاونيني نقفلوا علينا؟ ما عندك لا قاضي، انا نرفد. سارة ريحي في طوموبيل كنا نحوس عليه. خلاص نجي معاك سارة. ربي يخليك حمد، نجي معاك. سي بون ريحي. يا ربي يا ربي سهل، يا ربي يا ربي ولا بابا، يا ربي مستر، يا ربي. راح الحال، ما كان حتى خبر على الراجل. مسكين احمد، قلنا واش صار؟ وليدي ما عندوش تليفون كي العباد. قولي عيطي لساره، تفكرت عندها النمرو. يسرني ما تردش، بصح باش من قلب عندها مسكينه ترد عليا وهي في الحاله هذه، هي تخمم على باباها ولا على التليفون. هذا مهبول، هذا يخرج في نص الليل هكذا يخلي بنته مهوله. سبحان الله. راك تخمم على عروستك. لحقك الخبر، كان حتى حاجة تعدي عليا. زيد نعيط لها بالك تهز عليا. والو ما يكون على خير ان شاء الله. يا ربي هذاك ما عندي في الدنيا يا احمد. احمد لو كان كش ما يصرى البابا. يصرى والو ليه مجهول صرى. مشكل مشكل يما ما كاين والو. يما ما تخافيش يما خلاص يما خلاص.
خلاص ما كاين والو. خلاص يما بلاك. يما خالتي ما كاين والو، دوك شويه يخرج وما كاين والو. خلاص يما تهدينا يما. يا ربي واش قالوا؟ مازال ما قالوا والو يا يما. ما تخافيش، كل خير ان شاء الله. مريم، على بالك باللي احمد يحب ساره؟ على بالي ماشي من اليوم، من بكري. بس انا عند بالي كيسمعوا بالمشكل اللي بيني وبين عمر يتفرقوا. هو الحب اعمى وحاجه ما تقدر تبدله. والحل كيفاش؟ حلها ربي ان شاء الله. ان شاء الله. يا درا كيفاش رايح حالة عمر؟ ربي يشفى. امين. تعيش، حط لي المسلسل تاعي وقريب يبدا. هاو المسلسل تاعك. وش بيك حميمو؟ وش بيك غايز؟ وش بيك؟ وش بيك راك كاره حياتك؟ راك حيان الريفلكس راح لك؟ وش بيك؟ ما كاش ما كان ولا ما كان. هاي وش قصك؟ وش كاين؟ نعرفك مليح. أنا محتاج شوية دراهم وحشمت نقول بابك. شحالك محتاج؟ 500. هادو 500 هاك. بسم الله. وهادو 600 بشرط. شوف إذا سقساك بابا وين راح ما على باليش، على قداه دخل ما على باليش، منين جا ما على باليش. اوكي تفهمنا؟ كونك هاني. اياك صح. يرحم والديك. صح. شكون جا؟ ما على باليش. شكون جاز منا؟ لا ما على بالي. على قداه فات؟ ما على باليش. عقدش دخل البارح؟ على باليش. شكون عطاك دراهم دوك؟ ما نعرف. على بالك شو؟ ما على باليش. روح افتح الباب. ساوت لقلوب اللي ما تحس ما تحس.